ده بس دارس على براكتيكال، حاجه عملي. يعني انت بتدخل هنا، انا هدخل اعمل لك لود استيميشن، هحسب اعمل تقدير احمال واعرف بالفعل الغرفه دي فيها كام كشاف، هشوف فيها كام سوكت، هشوف وحده التكييف اللي مغذيه الجزئيه دي. اعتبر ان انا مثلا عندي سبليت يونت، مثلا السبليت يونت دي القدره بتاعتها كذا كيلو فولت امبير او كذا حصان، وحسبت بالفعل. الحته دي انا بشرحها دلوقتي عشان هدخل على السلايدات اللي باقيه عندنا، ويبقى احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعتنا اللي هي ايه؟ الاون جريد والاوف جريد. وانت عشان تعمل اون جريد واوف جريد احنا قلنا امبارح بتعمل ايه؟ بتسلكت انفرتر وبتسلكت الواح. عشان اسلكت انفرتر واسلكت الواح في الاون جريد ده هيبقى ديبند على اللود. فانت لو رحت الموقع وانت مش عارف بتحسب اللود ازاي، هو في كورسات بيسبقها كورسات، يعني كورس الرينيوبل مهندس الكهرباء بيبقى المفروض لو هو شاطر في الباور ومجرد ما بياخد له كورس كده يومين ثلاثه ولا يعرف الدنيا ماشيه ازاي في الانستليشن. مش هقول لك ان انت هتبقى يعني ايه، مش هدخلك انت بتعمل ماستر ولا دكتوراه في الموضوع، لان احنا في الماستر والدكتوراه بندخل في الانهانسمنت اوف بانل، بندخل في الريسيرش، مش عارف في الديستريبيوشن احنا بنعمل محطه ونعمل لها انجكشن وندخل في الماتلاب وشويه حاجات كده. ايه انا عايزك بس هدفي في اليومين اللي احنا اشتغلناهم مع بعض دول تبقى انت عارف ايه اللينك بين الدراسه وبين اللي موجود في السوق، وده اللي احنا لنا ثلاث ايام ولا اربع ايام بنحكي فيه. فلازم تبقى انت في الاول اول ستيب واخد او تعرف تحسب حسابات احمال، شفت مخططات قبل كده زي ما خدنا في اول محاضره انواع المخططات، التمبر دروينج والشوب دروينج والاسبكت دروينج. بعد ما بتطلع قيمه السيركت بريكر بتاخد القيمه الاقرب، طب مش دايما الاعلى، لان لو الراجل ده بيوصل عند 260 وانت رحت مركب بريكر 400، لما تيجي تدخل 270 في الحاله دي فهي نورمال، مع ال 400 نورمال. ولذلك انا مره في الشغل معلش يعني بنلاقي كوارث ومصايب، يا اما مشكلتنا احنا في نقطه حلقه الوصل مفقوده تقريبا، حلقه الوصل بين الدراسه الجامعيه وبين الناس كمان الفنيين اللي بره. يعني واحد بيتعامل ان هو ايه فني بس، هو بيفهم بيركب دي ازاي، بس يفهم الاساس العلمي بتاعها جه من فين ده ما يفهمش. او الناس اللي زينا اللي هم ايه سالك موضوع التدريس ومش عارف، لا ده انا بعيد خالص عن ما عملتش مشروع بايدي، ما حسيتش بالمشاكل. يعني حته الارض دي اللي انا قلتها في سلايد كده وعديناها، احنا بنقعد مثلا في شغلنا نقعد في بروجكت كبير نقعد ندور في المشروع ممكن اسابيع عشان نوصل لايه المشكله في الارض دي نفسه. علم التقريض ده نفسه ده ليه محاضرات كتيره جدا. لو انت رحت دلوقتي في كود الكهرباء السعودي اللي احنا قلنا رقمه كام، حد فاكر؟ والله قلت عليه كتير يا جدعان، مصور اهو والله 401. حد فاكر كود الترشيد بتاع الكهرباء؟ 601 يا حبيبي، انت برافو عليك. تمام. فالمهم لما تروح لاختيار السيركت بريكر بتختار السيركت بريكر الاقرب. بعد ما اخترت السيركت بريكر يبقى السيركت بريكر ده اللي انا هختاره طلع مثلا 10 وشويه، ما بلاقيش في السوق 10 12 كمان، بروح للستاندرد. في ستاندرد الناس الشركات بره ماشيه عليه بتبيع بريكر، زي لو انت بصيت في اللوحه بتاعتنا الصغيره اللي في البيت هتلاقي بريكر 20 امبير، بريكر 30 او 32. ممكن تلاقي واحد حاطط بريكر 63 امبير ولا 40 امبير، والكونكتد كارنت الفعلي اللي بينسحب من الدايره دي لا يتعدى مثلا 2 3 امبير. عرفت انا ازاي القصه دي؟ الراجل ده مثلا كان مركب 10 كشافات، كانوا ايه؟ كشافات فلورسنت الباور بتاعهم مش عارف كام، فكان بيتسحب 10 امبير. فاللي صمم تمام لما عمل 10 امبير دي كان يحط مثلا 20 مثلا. انا بقول لك المفروض سيفتي فاكتور الناس بتحط 1.25 1.5 يعني. تمام؟ لان بعد كده انت بقيت بعيد جدا، فاصلا البريكر مش هيعمل ترند. احنا مش زي بتاع انشائي، هو انا بجيب مهندس ليه بره في السوق؟ بجيب ليه مهندس؟ ممكن اجيب واحد يطلع المنشا ده او المبنى ده انسيف، يعني ايه كميه الحديد ومش عارف ايه مش مظبوط. تلاقي بتوع مدني اللي بره يقول لك ايه؟ يا عم دي عايزه مثلا طن حديد، يقول لك لا حط فيها 3 طن حديد، ليه؟ يقول لك مور سيف. يا عم انا جايبك ليه؟ طب والكوست؟ ما انت دلوقتي لازم يعني انا كان نفسي بس يبقى في محاضرات ثانيه او في وقت ثاني اقعد اشرح لك، لان انا لما بنزل السوق عايز اقنعك انت العميل، انت الراجل اللي عندك بيت وعايز تركب طاقه شمسيه.
انا مش بدخل لك دخله الانفرتر والتكنيكال اللي احنا بنحكيه ده. اول حاجه بحكيها لك انت بتعمل باي باك للفلوس اللي انت هتدفعها خلال كام. احنا لما بنيجي نشتغل بره في السوق اول حاجه بنعملها كدايجنوزنج او كتشخيص، بنروح للراجل ونقول له اديني فواتير سنه فاتت. يعني المفروض احنا لما لو انت شفت الشارت اللي انا عديتها دي بتاعت الاشهر وال دي عايز لها محاضرتين ثلاثه لوحدها بس. انا اول حاجه باخد انديكيشن تمام بالسنه اللي فاتت، كان يعني الراجل ده كان في الصيف بيستهلك 200 كيلو فولت مثلا او 200 كيلو وات او 200 كيلو وات اور حسب اللي انا بشتغل 200 كيلو وات اور. واحنا ينفع الفاتوره تبقى بالكيلو وات ولا بالكيلو وات اور ولا بالفولت امبير؟ بالكيلو وات اور. خلاص احنا بقينا شاطرين يعني خلاص مش باور تمام، لان انا بحسب دايما الاستهلاك حسب عدد الساعات. ما اقدرش اقول الكشاف ده 40 كيلو، احفظ نفس الرقم انت كنت حاضر 40 كيلو. طب انت مشغله كام ساعه؟ يبقى احنا في الطاقه الشمسيه لازم نعرف اللود بتاعنا بس بالانرجي اللي هي بتساوي الباور في التايم ولا على التايم؟ انرجي باور في التايم. روعه، لان الفاتوره بتيجي بايه؟ بالكيلو وات اور اللي هي كيلو وات ساعه. فانا اول حاجه بنزل للراجل بقول له اديني الفواتير لمده سنه، بعمل دايجنوزس عشان اعرف بس الاستهلاك الشهري والسنوي والكلام ده بتاعه شكله ازاي. بعد كده بدخل قبل ما اكلمه عن الواح جينجو سولر ومحمدين سولر ومش عارف مين سولر واي حد بيطلع دلوقتي، اي حد هنا برضه في السعوديه ولا في مصر معاه شويه فلوس يروح رايح مصنع في الصين يقول له سميني اشرف سولر، روح عامل لوحه جاي هنا واخد براند اشرف سولر وانت تعمل عبد الله سولر والدنيا حلوه. فممكن تلاقي براندات برضه. فاول حاجه بنزل بقى للراجل هو بيبتسم كده ابتسامه عريضه، لان هقول له هعمل لك مثلا محطه سي ب 100,000 ريال او ب 50,000 ريال، هيقول لي لا كتير. هي مشكلتنا في السولر الانيشال كوست، يعني موضوع الكوست ده نفسه يا شباب احنا بندي كورس كامل عنه، يعني تحليل الاسعار ومش عارف ايه، قصه كبيره. المهم ببساطه كده، ببساطه انت لازم تقنع الراجل بيك بالسولر. احنا لحد دلوقتي السياسه دي هنا الناس مش مقتنعه بنسبه، انا اقولها لك يعني انا راجل في السوق بنسبه مثلا 60 70% راجل يقول لك لا انا هدفع اصلا فلوس كتير وخليني مع شركه الكهرباء. بعد ما بدات الفواتير تزيد تمام بدات الناس تحس بالقيمه شويه. وزي ما قلنا من مزايا الريوبل بصفه عامه سواء كان السولر او الويند او وات ايفر، يعني ان هو انت بتدفع انيشال كوست عالي بس بتستريح في باقي الليل. زي ما قلنا ضمان الالواح كام سنه؟ 25 سنه. الانفرتر يعني بيقعد، يعني ضمانه هو ضمانه من 5 ل 10 سنوات بس هو بيقعد اكتر من كده بكتير. مشكلتنا كلها بس فين؟ في البطاريات. برافو عليك، انا بشتغل اوف جريد في البطاريات. مشكله البطاريات احنا قلنا المفروض نشتغل ببطاريات نوعها الاسيد ايوه ماشي. التكنيك اللي مستخدم اسمه ايه؟ هل ينفع استخدم خالو باتري؟ لا لا نسيت تشارج. انا كان نفسي اجيلكم وانتم ما عندكمش امتحانات ويبقى الدنيا نهار كده وطويل. هل ينفع استخدم شالو باتري يا باشمهندس؟ ايه شالو باتري؟ سمعت الشالو باتري والكلام ده؟ ما سمعتهاش؟ ابدا. انا مش كنت هنا بصور على فكره، انا قلت كلمه شالو باتري صح؟ حاجة سيارات. الله يفتح عليك. ايه الفرق بقى بين بطاريات حاجة سيارات والبطاريات بتاعت الاشخاص؟ وليه ما استخدمهاش؟ حاجة سيارات في اي دي والسي او سي. مش السي او سي بقى، هي دي او دي وسي او سي، ده هنا انت بتقول كلام مزيكا. اسمها اس او سي. اس او سي والدي او دي. ايه الدي او دي؟ مين اللي يهمك اكتر؟ استنى بس، مين اللي يهمك اكتر؟ السي او سي ولا الدي او دي؟ لا السي او سي. السي او سي اللي يهمني. السي او سي ليه؟ السي او سي ده يهمك انت. اللي يهمنا احنا في الديزاين. طب ليه بيهمك انا؟ حق السيارات ما ادري انا على الصراحه ما اربطها، حق السيارات التفريغ فيها سريع. طب انت عارف الاس او سي دي ايه؟ والله انا كاتبها بس انها انت كاتبها صح؟ يبقى انا قلتها، يبقى انا طلعت من اللعبه، المشكله عندك انت مش عندنا. ايه بقى؟ طب انت بتهتم بالدي او دي ولا بالاس او سي؟ الاس او سي. الطاقه الشمسيه بتركز على الدي او دي. على الدي او دي ليه؟ الديبس اوف ديس تشارج هو دي اللي تهمني. الفرق المين ديفرنس بين الشالو باتري والديب سايكل باتري موضوع الدي او دي، الديبس اوف ديس تشارج، ان بطاريات الشحن العميق اللي احنا بنستخدمها في الطاقه الشمسيه
تمام؟ دي بطاريات اقدر افضيها لحد 80 او 85 او 90%. بس احنا قلنا الرقم اللي احنا بنشتغل بيه في السوق كام؟ 50. 50 مش هتوقع احنا 50. لان كان في كيرف الرقم اللي احنا بنفضي ليه، يعني هو بيقول لك البطاريه ينفع تفضل لحد 90%. بس هل انت بالفعل في الواقع بعد مش مجرد تجربه، لان انا قريت لك كيرف صح؟ مش كان في كيرف؟ كل ما بتدخل بالديبس ديسشارج او بتفضي اكتر، عدد اللايف سايكل او السايكلز بيخلي العدد ده يقل، وبالتالي المده الزمنيه ان البطاريه تعيش هيبقى اقل. وشفنا المين في الكيرف كان الشالو باتري، تمام؟ تقدر تعيش لحد كام سايكل؟ كانت 300 سايكل مثلا. 300 سايكل دول ما تكملش سنه، ده لو انت ايه بتشحن وتفرغ كل يوم. احنا بنعتبر السايكل ان انت عملت تشارجنج بالكيرف اس او سي ستيت اوف تشارجنج، والاس او سي حال هي بتشحن ببطء ولا سريع، تمام؟ وبعد كده الديبث اوف ديس تشارجنج. انا في الابلكيشن بتاع السياره عايز ايه؟ عايز شحن لحظي، عايز كميه كهرباء كده تتفضى مره واحده عشان تشغل مين؟ السيلف، والسيلف هيشغل الموتور. ده انا شرحت على الحته دي المفروض الناس فاكراها. في حته كده نفسي اقولها، وانا بشوف حاجه كده ايه بحاول اقولها معاك. الحته دي حته من الحاجات المهمه جدا اللي مسبب لنا احنا مشاكل في الطاقه الشمسيه او في الكهرباء بصفه عامه، تمام؟ كل الاكواد الاي اي سي والان اي سي والنيما ستاندرد والاس بي سي اللي هو سوليا بيلدنج كود بيتفقوا على رقم في موضوع الكابلات اللي تدخل جوه ماسوره. في حاجه بيسموها البايبنج، بايبنج بايب يعني ماسوره صح؟ او احنا بنسميها في الكهرباء الكونديوت، تمام؟ الكونديوت دي انا دلوقتي بستخدمها ليه؟ في نوعين من الكونديوت بره في السوق لو انت هتشتغل، يعني في نوع اللي هو البي في سي اللي هي الخراطيم الصفراء دي او اللي لونها اورنج، دي بتبقى امبيدد كونكريت، يعني ايه؟ دي بتتصب مع الخرسانه والراجل لسه بيصب، بحط المواسير الصفراء دي، تمام؟ اللي هي مواسير البي في سي بولي فينايل كلورايد، تمام؟ وبصب عليها بحيث باجي عند النقطه الفلانيه دي بيبقى فيه نازله للسلك، يعني السلك اللي نازل ده هيغذي الكشاف لو ما كانش فيه دروب سيلينج، انا على الكونكريت مباشره، يبقى لازم انزل بنزله معينه كده، تمام؟ بيبقى في حاجه بيسموها باك بوكس، بنزل من البوكس ده واروح نازل بالسلك.